أكنت تعمل ضمن أحد مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سميبس ولتتمكن من إنجاز مهامك بسلاسة؟ أنت بحاجة لمعرفة الإجراءات التعاقدية المبسطة المتبعة في الوكالة. عليك أن تعرف أولاً أنها الإجراءات التعاقدية تشمل الحصول على الخدمات الاستشارية أو غير الاستشارية أو البضائع أو الأعمال المدنية من مصادر خارجية وبتمويل مناسب. لنبدأ بالحديث عن الخدمات الاستشارية. الخدمات الاستشارية هي عبارة عن مهام وأعمال غير ملموسة ذات طابع ذهني، إبداعي أو إرشادي، تقدم من قبل استشاريين متخصصين يستخدمون معارفهم أو مهاراتهم المهنية لتنفيذها. منفذ الخدمة قد يكون استشاري فرد أو استشاري شركة. للحصول على الخدمات الاستشارية هناك عدة طرق، إما التعاقد مع استشاري فرد أو التعاقد مع شركة وفقاً للجودة والتكلفة أو بناءً على أقل العروض تكلفة أو الجودة أو بناءً على ميزانية ثابتة. قد يتم الاختيار أيضاً اعتماداً على مؤهلات الاستشاري أو لكونه المصدر الوحيد المقدم للخدمة. بالعودة للطريقة الأولى، ما هي خطوات التعاقد مع مقدم الخدمة الاستشارية كفرد؟ تبدأ عملية التعاقد بتحديد الاحتياج، دراسة السوق، وإعداد خطة التعاقدات. إذا تطلب الأمر، يتم إصدار إعلان إبداء رغبة، ومن ثم تجهيز الشروط المرجعية للخدمة المطلوبة. وبناءً على هذه الشروط، تتم المفاضلة بين ثلاثة مرشحين من خلال الفرز المكتبي للوثائق، ثم مقابلة شخصية أو هاتفية مع المرشح، أو إجراء اختبار تحريري إذا تطلب الأمر. بعد الاختيار يتم احتساب أتعاب الفرد الاستشاري وإصدار العقد وتوقيعه وإدارته. في حال حدوث أي خلل تعاقدي أو فسخ للعقد أثناء سريانه، يتم اختيار الفرد. وهناك حالات استثنائية قد تستدعي إنشاء أمر تغييري وملحق للعقد أثناء فترة سريانه ب15% أو أقل من مبلغ العقد. وأخيراً، وفي حال استكمال العملية والحصول على الخدمة، يتم تقييم أداء الفرد المقدم للخدمة الاستشارية ثم إغلاق العقد. المدة المتوقعة لإتمام عملية التعاقد بطريقة الاستشاري الفرد هي 3 أيام. المدة المتوقعة للمراجعة من قبل التعاقدات من يوم إلى 3 أيام.